بأكثر من مليون عامل، وتبلغ قيمة معاشات المستفيدين قرابة 450 مليار دينار، وأن النسبة الحالية للمتقاعدين مقارنة بدفع قيمة الاشتراكات تبلغ متقاعدا واحدا مقابل 2.5 مشتركين، وهذا ما سبب عجز الصندوق. 450 مليار دينار جزائري قيمة المعاشات التي يضخها صندوق التقاعد لمليون متقاعد من المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد المسبق دون شرط السن، ما يعادل العجز السنوي للصندوق. رقم مخيف كشف عنه المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. اسمحوا لي أن أستغل الفرصة للتذكير بجملة من المسائل الهامة والإجابة عن تلك المزايدات التي يثيرها البعض حتى وإن كانت على حساب مستقبل الأجيال القادمة. إن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن يعتبر إجراء استثنائيا لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف التسعينات القرن الماضي لمواجهة الآثار السلبية عن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وردا عن الأصوات المنادية لتراجع الحكومة عن قرار إسقاط التقاعد النسبي، لم يتوانى في اتهام بعض الأطراف دون أن يسميها بالمزايدة في وصف هذا الإجراء الاستثنائي بالمكسب. تنفيذ الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن رغم تجاوز السياق الزمني الذي استدعى اللجوء إليها تطلب رصد موارد مالية إضافية كبيرة أثرت سلبا على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، يضاف إلى ذلك انخفاض نسبة المشتركين. يبلغ عدد المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن حاليا أكثر من مليون شخص من مجموع 3.2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد، أي ثلث متقاعدين، وتبلغ قيمة المعاشات التي يستفيدون منها قرابة 450 مليار دينار جزائري، أي ما يعدل تقريبا حجم العجز السنوي للصندوق. دفاع زمالي عن خطوات الحكومة في اتجاه ترسيم قرار إسقاط التقاعد النسبي يكشف عن ثبات الجهاز التنفيذي في مسارها، مغلقة بذلك الأبواب أمام الأصوات المناهضة للإجراء رغم تواصل الاحتجاجات الرافضة له.